شركة، أنا عندي معلومات أبغاك تأكدها لي ولا لا، أنه في مشروع ضخم، شركة ضخمة سوف تقيم مشروع لحليب الخلفات أو حليب اللي جاي من الإبل، مشروع ما هو مشروع عادي، مشروع كبير جدا. صحيح، المعلومة هذه صحيحة؟ صحيح، هذا في السعودية. حدثني عن المشروع هذا. هذا يطول العمر بالتعاون مع نادي الإبل، الجهة الأخرى ما أقدر أفصح عنها الآن لأننا في طور التوقيع العقود، ولكنه بإذن الله سوف يكون أكبر مصنع حليب خلفات أو حليب إبل في العالم بإذن الله. ومع المصنع هذا أرجع وأقول لن نغطي الاحتياج العالمي لحليب الإبل. بيصير بس حليب ولا فيه أجبان وفيه ولا؟ والله هو مبدئيا نتكلم عن حليب، لكن عاد وش يطلع مع الدراسة، هل ممكن أنها تكون منتجات الأخرى؟ يعني بيصير نشوف شركة زي شركة المراعي اللي صارت زيها للإبل، شوف يا طول حليب الإبل. بإذن الله بإذن الله بإذن الله. لكن اللي أقدر أقول لك إياه، هل المراعي في وقتها لما ابتدوها كانوا يفكرون أو حاطين من ضمن خططهم اللي قاعدين نشوفها اليوم؟ أنا أقول لك لا، المراعي ابتدت أنها تغطي الحليب وبعدها بدأت تدريجي كرة الثلج تكبر، ونحن كذلك نتكلم بهذا الأمر. هذا إذا تحرك الاقتصاد في الإبل، لحوم، مزاين، جلود، حليب إلى آخره، في النهاية من اللي حيستفيد من القصة دي؟ طيب، أول حاجة بتستفيد الدولة بالدرجة الأولى. الدولة بتستفيد بالتوظيف قطاع اقتصادي مهمل ومجمد أحييته عندك، ما هو عند الغرب، موجود عندك القطاع الاقتصادي هذا ومهمل. مزارع في أمريكا للأسف هي اللي قاعدة تنتج الحليب الآن. اللحوم الإبل وين تجينا؟ من أستراليا للأسف. شلون؟ أنا قابلت لي واحدة من أكبر المصانع لحوم الإبل في أستراليا وسألته، قلت في معرض من المعارض سابقا، قلت له من أكبر زباينكم؟ أنا والله توقعته بيقول لي دولة من دول الخليج. قال لي حنا زبوننا رقم واحد أمريكا، يصدر من أستراليا لأمريكا لحوم الإبل. يعني الأمريكان يأكلون لحم حاشي من أستراليا. يس. حنا ويننا؟ شكرا، هذا السؤال، حنا ويننا؟ حنا ويننا؟ حنا مشكلتنا نرجع نقول من دون صهيون بذتنا صهاينة. حنا جونا بعض الإعلاميين ضرب 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 لحد ما خلوا لا رجال الأعمال يلتفتون للقطاع هذا، ولا خلوا الحكومة تلتفت، ولا خلوا الناس تلتفت بسبب الضرب هذا العشوائي، ما أدري ممنهج أو غير ممنهج ما أدري، لكن للأسف ضيعناها. أضف إلى ذلك طول العمر جاني أحد رجال الأعمال الإيطاليين وكان يبغى يسوي معنا عدة مشاريع في الإبل، وما زال من ضمنها عنده سلسلة من الآيس كريم الجيلاتو الإيطالي، عنده محلات تقريبا في العالم تفوق 200 محل. فقال لي أنا ناوي أبغى أسوي جيلاتو بالحليب الإبل. قلت له الله يقويك. قال لي ممكن، أنا يشرفني إن رئيس نادي الإبل هو اللي يذوقه ويقول لي بما أنك تعرف الجيلاتو. قلت له أنا من محبين الجيلاتو رقم واحد، أنا هذا المفضل عندي من الآيس كريم الجيلاتو. قال لي أجل أبغاك تذوق. قلت طيب. راح سافر رجع لي، ذقت الجيلاتو لقيته ممتاز. قلت له 100% 100%. قال لي طبعا هذا بيكون لكتشري، هذا بيكون الرولز رويس تبع الآيس كريم تبعنا الجيلاتو لأنه غالي. قلت له بس أسألك من وين جبت الحليب؟ قال أنا في إيطاليا طلبت بودرة حليب الإبل من بريطانيا، العلبة مكتوب Made in USA، الحليب الإبل جاي من أمريكا، مصدر من أمريكا لبريطانيا ودخذها في إيطاليا. حنا ويننا من دور الموضوع هذا كله؟ أنا ما أدري أنا ما أدري أنا ما أدري للأسف. طيب.